أهلا بكم أيها المبيعون، كيف حالكم؟ معكم ربيع المبرمج من إلكترو بروجيكت. نحن هنا اليوم للإجابة عن ثلاثة أسئلة مهمة جدا جدا: من أنا؟ ما هي مؤهلاتي؟ وماذا نفعل هنا أي على إلكترو بروجيكت؟ إذا مدة دخلت السوشيال ميديا، وكانت أول تعليقاتي أو أول مشاركاتي على فيسبوك بالضبط، بحيث بدأت مشاركة تجربتي الخاصة لنشر مجموعة من المشاريع وكذلك مجموعة من الدراسات في الإلكترونيك الرقمية خصوصا، وعموما في الإلكترونيك بصفة عامة. ثم بعد ذلك تطور الأمر، بدأ يحصل على تفاعل، على مجموعة من المشاركات، كذلك كانت هناك أسئلة، توضيحات إلى آخره، وبدأت أشعر أن العديد منكم يشاركني تجربتي على هذا الأمر. ثم بعد ذلك تطور الأمر على يوتيوب، وكذلك قمت ببرمجة موقعي الخاص إلكترو بروجيكت وإما. إذن وبدون سابق إنذار دخلت السوشيال ميديا وبدأت أنشر تجربتي معكم، ثم تطور الأمر فيما بعد بحيث بدأت أنشر دروس وإلى آخره، بدون حتى أن أعرف نفسي أو أعرف إلكترو بروجي الذي هو الكيان الذي أنا بصدد صناعته. فالآن وبعد مجموعة من الأسئلة والاستفسارات وإلى آخره، فحان الوقت يعني للإجابة عن هذه الأسئلة الثلاث: من هو ربيع المبرمج؟ ما هي مؤهلاته؟ يعني شهاداته إلى آخره. أعرف أنكم تحبون هذه المسألة، هذه الجهة، يعني مسألة الشهادات، الكفاءة، الدبلومات إلى آخره. ثم ماذا نفعل هنا بالضبط على إلكترو بروجي؟ ما هو هدف هذا الكيان الذي بدأنا في إنشائه، يعني من اسم، وبدأت مجموعة من المشاريع فيما بعد؟ تطور الأمر جدا بحيث صنعنا ثلاث ماكينات CNC، وكذلك تطويرات على الدرون أو الطائرات بدون طيار، فمجموعة مهمة جدا جدا من المشاريع، وكذلك الدروس، دروس الأردوينو، برمجة البوردات، وكذلك يعني كل ما يتعلق بالمايكرو سيستم، الأردوينو، راسبيري، ESP32، ومجموعة من المايكرو كنترولر. ثم من هو ربيع؟ ما هي شهاداته وإلى آخره؟ وما هو الهدف من الصفحة ومن الموقع وكذلك القناة على يوتيوب؟ إذن هيا بنا نكتشف هذا الأمر، نجيب عن هذه الثلاث أسئلة. عنوان فيديو اليوم اقترحت له كيف بدأت الحكاية، سوف نسمي الفيديو كيف بدأت الحكاية، لنرى من البداية كيف بدأت على هذا العمل. ثم بعض المواصفات، لا أقول الكثير من المعلومات، لأن تعرفون عادة لا أتواجه مع عدسة الكاميرا، غالبا ما تكون عدسة الكاميرا موجهة نحو المشروع أو نحو خطاطة أو عمل معين أو حتى عن ماتيريال وإلى آخره. فتعرفون أن ربيع لا يظهر كثيرا على الكاميرا، وبالمناسبة نحن الآن على حدائق المنارة، فجو جيد رائع جدا مناسب للتصوير، واغتنمت هذه الفرصة لكي نتعارف يعني نوعا ما. إذن من أنا؟ نبدأ أولا بالاسم، فربيع المبرمج، وطبعا ربيع هو الاسم الحقيقي ربيع، النسب احتفظت به لنفسي طبعا لضرورة معينة، واللقب لقب المبرمج أو ربيع بروغرامر أو كل ما يتداول على السوشيال ميديا. سنتكلم عن الدبلومات فيما بعد، ونعرف هل ربيع هو فعلا مبرمج أم ماذا.
ثم هذا اسم قديم جدا كان يتداول بين الأصدقاء وإلى آخره. كنت أمارس البرمجة منذ حوالي السنة السادسة ابتدائي أو السابعة، بدأت أهتم بالبرمجة في تقريبا بدايات الويندوز. كان آنذاك كان الويندوز 95 و 98، واشتغلت كذلك على مجموعة كبيرة من المايكرو سيستمز كالبيوس. ثم بدأت في البرمجة، كانت البرمجة بيزك نوعا ما، فحيث في أوليات البرمجة بدأت على البيزك، كان البيزك قبل أن يتحول إلى الفيديو البيزك. كان عبارة عن مجموعة من التعليمات تكتبها ثم تحفظها على صيغة برنامج، ثم يقوم الحاسوب بترجمتها، يقوم فعليا البيوس بترجمتها بناء على طبعا لغة هي قريبة إلى لغة الآلة. لكن كان ينفذ الأمر شبيه بما هو عليه السكريبت الآن، كان أشبه بالسكريبت نوعا ما، يعني أن التعليمات تبقى هكذا، خصوصا البيزك. اشتغلت كثيرا على البيزك، كانت التعليمات تبقى مجرد كودات وإلى آخره، يعني عبارة عن تكست فايل. شيئا فشيئا بدأ يتطور الأمر وبدأت تظهر، أتكلم طبعا هنا في المغرب أو على سائر الدول العربية، أعتقد ربما سائر الوطن العربي كان يتمشى بتقريبا نفس الوتيرة. فبدأت بدايات الويندوز، ويندوز 95 والويندوز 98، وبعد ذلك بدأ ينتشر السي بلس بلس، وبدأت لغات أخرى تظهر كالباسكال، التيربو باسكال، وكذلك الدولفي. هذا فيما يخص برمجة الحاسوب أو برمجة التطبيقات، الديسكتوب أبليكيشن. أما فيما يخص برمجة البوردات أو برمجة المايكرو كنترولر، فقد كنت آنذاك بدأت للتو في الإلكترونيك، وبدأت أكتسب مهارات يعني ومعارف عن الإلكترونيك التحليلية قبل ظهور الإلكترونيك الرقمية. أعتقد بدأت في نهاية 98، 99، 1999 إلى 2000 بدأت تنتشر موجة الرقميات أو النيميريك. قبل ذلك قمت بمجموعة من الدراسات وكذلك مجموعة من التطبيقات في الأنالوج فيما يخص المركبات الغير نشيطة، الكاباسيتور، الريزيستور، الدايودات، ومجموعة من الضارات. وأنا ذاك كان في الإعدادي أو تقريبا في أوليات الإعدادي، كان بدأ يتوفر لدي أن مثلا أن ألمس مجموعة من الأدوات كجهاز الأوسيلوسكوب، كمولد النبضات، كالجينيريتور، ومجموعة من الأشياء. فصراحة ساهمت حصص الفيزياء التطبيقية كثيرا في إنجاز الدارات وإلى آخره، بحيث كنت طبعا كنت في القسم اهتم جدا بمادة الفيزياء وكذلك التكنولوجيا. كانت لدينا مادة التكنولوجيا التطبيقية، وفي الإعدادي بالضبط بدأ الماتيريال يدخل إلى الإعداديات، خاصة بدأ يتوفر جهاز الحاسوب بكمية محددة يعني على أفواج وإلى آخره. وأنا ذاك بدأوا يدرسون، يعني كانت التكنولوجيا في بداية هذه المادة، مادة التكنولوجيا كانت قد أنشئت للتو بسنتين أو 3 سنوات. فالبرنامج كان صراحة شيق جدا جدا، حيث كان مجموعة من الدروس كمنهجيات البرمجة ومعارف عامة عن المعلومات، صراحة
معارف بيزك وضئيلة جدا، لكنها جد جد قيمة. وأعتقد في الوقت الحالي الناس تطورت، ومجموعة من المعلومات المهمة يكتسبها الناس، لكن للأسف الشديد المعلومات الأساسية، أساسيات الأمور، بدأت تفقد يعني بصفة كبيرة جدا. ثم على حواسيب من طراز بانتيوم واحد، كان آنذاك البانتيوم واحد والبانتيوم اثنان وثلاثة، وبدأت الموجة بالانتشار سريعا. لم يطل الأمر صراحة مدة طويلة جدا، حتى بدأ أن تنتشر السايبر أو سايبر كافي كما تسمى. هي كانت بالأساس كيوسكات لممارسة الأنترنت أو للاتصال بالأنترنت، وبدأت أهم فرصة للبحث الحقيقي صراحة. كانت المعلومة جد جد ضئيلة، والكتب كانت سواء إما بعيدة أو غالية أو غير متوفرة، وكان هذا هو المشكل الأساسي الشرقي. ثم بعد ذلك بدأت تنتشر المعلومة على الأنترنت، وبدأت مجموعة من الأشياء تظهر كدروس غالبا كانت اللغات الأجنبية تسيطر على الأمر. لم تكن اللغة العربية مدرجة جدا، بحيث أن المحتوى العربي كان جد جد ضئيل بخصوص الأمر. فطبعا بالبحث والبحث والبحث والجد وإلى آخره، حصلت أولا على شهادة بكالوريا 2006. في سنة 2006 حصلت على بكالوريا شعبة علوم تجريبية في ثانوية أم الربيع في أزمور. ثم بعد ذلك التحقت بعمل معين ولم يسمح لي بمواصلة الدراسات. حصلت على دبلوم ليس له طبعا علاقة بهذا الأمر، موضوع البرمجة أو الإلكترونيك وإلى آخره، واشتغلت مدة طويلة جدا جدا على العمل الانفيادي كما تعرفون، فالعمل والبيت والقهوة، راحة، خروج إلى آخره، مجموعة من الأشياء استمرت لمدة 5 سنوات. ثم بعدها فكرت في أن لما لا أعود إلى الميدان وأعود إلى العمل وإلى آخره والبحث، وبدأ المشوار تقريبا في سنة 2000 لكي أكون دقيق معكم، تقريبا في سنة 2009-2010 سيبدأ الأمر فعليا.